بسرعة بقى قبل ما كده نغني مع بعض آخر أيام الصيفية، وأنا عارفة إن إحنا دلوقتي كل الناس بترجع من المصايف، لكن الرايقين لسه بيروحوا المصايف. أنا النهاردة جاية أطمن الرايقين أو اللي بيستنوا لآخر الصيف، لأنه في ناس مزاجها كده إنه آخر كام يوم في الصيف دول اللي نخطفهم وننبسط فيهم. إحنا متعودين إن الصيف بينتهي في آخر سبتمبر، يعني 27 سبتمبر خلاص خلص الصيف، نطلع بالشتوي نلبس الطقم الكئيب بتاع الشتاء، لكن اللي بيحبوا الشتاء بينبسطوا. لكن الخبر الجديد انه بسبب التغير المناخي وعوامل كتير، اعتقد انه مش بس التغير المناخي لكن التلوث كمان، سمعنا كده انه في تغير لحركه الشمس. معهد البحوث الفلكيه كمان بياكد انه مش بالضروره انه الصيف ينتهي في شهر سبتمبر. المعلومة دي برضو غريب. فصول السنة الأربعة هتفضل أربعة، لكن وارد جدا أنه تتغير مواعيدها. نفهم بقى صح من دكتور أشرف شاكر، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية. دكتور أشرف، مساء الخير على حضرتك. مساء الخير على حضرتك. هو حضرتك هتلغوا الشتاء يا دكتور ولا إيه؟ لا، حضرتك ما فيش علاقة ما بين بداية الفصول فلكيا وتغير المناخ، مثلا تغير درجات حرارة الصيف. حلو قوي. يعني فلكيا يعني الأرض بتدور حوالين الشمس، تمام، مرة كل سنة بمواعيد ثابتة. بيبقى 21 مارس عندنا الاعتدال الربيعي، بيبقى 12 ساعة ليل 12 ساعة نهار. 23/9 بيبقى الاعتدال الخريفي، بيبقى برضه 12 ساعة ليل 12 ساعة نهار. الحركة بتاعت الشمس الظاهرية، لأن الأرض هي اللي بتلف مش الشمس، ما بتتغيرش، لا بتأخر ثانية ولا بتقدم ثانية. إيه اللي بيتغير معانا؟ الظروف الجوية المصاحبة للتواريخ ده هي. ودي من ساعة الخليقة لغاية النهاردة زي ما هي، يعني مش معنى إن في 21 مارس إن أنا خلاص الربيع ابتدى، أو 23 سبتمبر معناها إن الصيف انتهى. أو خليني أقول بس بلغتنا إحنا نفهمها، يعني هو الربيع بدأ فلكياً يعني في طول الليل والنهار، لكن مش بالضرورة في اعتدال حرارة الجو مثلاً، صح كده؟ ودي اللي بتخش فيها عوامل كتيرة جداً زي ما حضرتك ما قلتي، اتجاه الرياح، الرطوبة، تأثير القمر، تأثير النشاط الشمسي، حاجات كتيرة جداً معظمها طبيعية وبعدها صناعي. طيب ماشي، تحت عمها. بالنسبة للصيف اللي احنا بنعتقد طول الوقت انه كل صيف نقول ده اسخن او اصعب صيف عدى علينا، والشتاء نقول ده اسقع شتاء عدى علينا، احساسنا ده مظبوط بسبب تغيرات المناخ؟ هي تغيرات المناخ دي جزء منها طبيعي، وده يمكن اللي انا ركزت عليه في القاء قبل كده، وجزء منها جاي نتيجة التلوث. مش معناه ان انا اهمل التلوث الصناعي والتلوث اللي احنا فيه، بس التغيرات دي في دورات طبيعية بتحصل بالنسبة مثلا للنشاط الشمسي. دورة النشاط الشمسي المعروفة كل 11 سنة، يعني في 2025 بيقولوا هيبقى أحر صيف بالنسبة للعالم كله، لأنها تبقى قمة النشاط الشمسي في سنة 2025، مع انه السنة دي كان في حرائق في مختلف دول العالم بسبب ما حرائق دي حضرتك جاية نتيجة الجفاف، فداخل فيها عوامل يعني مش بس درجة الجوية. الحرارة الأرصاد الجوية دلوقتي تنبؤاتها في الفترة القليلة لمدة أسبوعين أو 10 أيام تنبؤات دقيقة جدا، لأن أنا ببقى راصد مثلا السحابة وهي جاية لي من أوروبا بالقمر الصناعي، وعارف كمية بخار المية اللي موجودة فيها قد إيه، وعارف هتنزل فين والساعة كام، والطيارة تقدر تشيل حمولة قد إيه، وكل التطبيقات اللي مطلوبة من الأرصاد الجوية مفيش أي مشاكل فيها لمدة أسبوعين لمدة 3 أسابيع. تمام. لكن أنا أتنبأ لمدة شهور قدام أو سنة قدام، هو ده اللي صعب. ده اللي صعب، لكن يمكن تقريبيا. انا سؤالي بقى لحضرتك عن هذا الصيف، الصيف اللي احنا فيه ده، حضرتك بتقول انه فلكيا طبعا في ميعاده فلكيا هينتهي فصل الصيف، لكن هل درجه الحراره متوقع انها تستمر لفتره اطول؟ ما هي غالبا في الكام سنه دول اللي احنا شايفينهم بتبقى درجه الحراره غالبا بتاخر اسبوعين بعد الميعاد الفلكي، وبنلاحظ برضه في الشتاء بيأخر اسبوعين ثلاثه بعد النشاط الفلكي. احنا كمعهد يمكن مش مسؤولين عن الارصاد الجويه وقياس الارصاد الجويه والكلام ده كله، ده هيئه الارصاد الجويه هي اللي مسؤوله عنه. احنا جزئنا بيتعلق بجزء المناخ او الجزء الفلكي
او تاثيرات القمر وتاثيرات النشاط الشمسي وتاثيرات المجموعه الشمسيه. يمكن عشان اقربها للمشاهدين اكتر، كنا من كام سنه لما بنيجي نطلع قمر صناعي كان في حاجات كتير بنهملها، ونتيجه كده كانت الاقمار الصناعيه بتقع بسهوله. يعني كنا بنلاقي القمر يقعد له 3 4 سنين وبعد كده ما يشتغلش او بيقع. كل ما بيتطور العلم كل ما بتقدر نتيجه العلم ان احنا ما بنقولش بقى بالتقريب، لا ده اشعه الشمس بتاثر على القمر ده بمقدار كذا، ده النشاط الشمسي بيأثر عليه بمقدار كذا، ده تاثير المريخ بيأثر عليه، ده تاثير المشتري بيأثر عليه. دخلنا كل العوامل دهيت، فدلوقتي حضرتك بتلاحظي ان ما فيش اي قمر حتى زي النايل سات او زي اي اقمار للاتصالات، ما فيش اي قمر بيتغير المكان اللي موجود فيه او بيخرج عن السيطره بعد فتره بسيطه. القمر بيقعد دلوقتي 10 12 سنه وبيفضل شغال. دي معلومه كويسه جدا. دي معلومه جديده. انا بشكرك دكتور اشرف شاكر رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكيه. اذا الصيف ميعاده، فلكيا الصيف ميعاده، احنا بقى نفضل حرارين نبرد بقى جامد، دي قصة بقى تانية نتكلم فيها في وقت تاني. لكن على كل حال ما يقال عن انه في تغير جذري في الحركة الفلكية ده مش حقيقي، لكن ده بحسب كلام دكتور أشرف، لكن يؤثر عليه بعض عوامل التغير المناخي والتلوث.